هو انت لازم تنزل؟ طيب تيجي ناخد قهوة في مكان تفعل شوية. اكيد في خناقة عظيمة مستنياك دلوقتي. طب خلاص ناخد القهوة هنا. بقولك يا ديدي، نعم، انا مش هشرب حاجة، انا همشي دلوقتي حالا. اللي حصل ده عمره ما هيتكرر تاني بأي شكل من الأشكال، انت فاهم ولا لأ؟ ويا ريت بعد اذنك يعني الفترة اللي جاية دي ما تحاوليش ابدا ان انت لا تقربي لي ولا تكلميني، على قد ما تقدري يعني، عشان انا فعلا مش هرد عليكي. طب على الأقل سلم عليا.